أنا أملك محلا تجاريا وبعض السلع عليها أسعار محددة من الدولة، ولكني أبيعها بأكثر من ذلك، فهل هذا جائز مع أن قيمة شرائها قد تكون زائدة علي؟ فلو بعتها بالسعر المحدد لربما خسرت، وكذلك المشتري راض بذلك، فما الحكم في هذا؟ إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها نعم. وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم تخشى من الدولة مثلا الضرر والعقوبة، فلا مانع من ذلك، أن لا يكون هناك من قبل الدولة ضرر عليك لو اطلعت، وأن تبين ذلك للمشتري، وأن تكون السلعة أيضا تساوي هذه القيمة، ليس فيها غبن للمشتري. نعم، أحسن الله إليكم.